ينتظر أن ترزق الممثلة المغربية أمل صقر والفنان الراب المغربي مسلم في الشهور القادمة بطفلهما الأول بعد إعلانهما خبر زواجها في الشهور الأخيرة من السنة الماضية. وحسب العدد الصادر يوم الاثنين من جريدة الأخبار، فإن أمل صقر حامل في شهرها الثاني، وطلب منها الأطباء الراحة في هذه الفترة الحرجة من الحمل، ونصحوها بعدم إجهاد نفسها حفاظا على صحة الجنين وسلامته. يذكر أنه انتشرت في الأشهر الماضية أخبار عن قصة العلاقة الغير الشرعية لفنان الراب المغربي مسلم بالممثلة والمنشطة أمل صقر لأزيد من 5 سنوات، لتخلق هذه القصة جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلن بعدها الثنائي خبر زواجهما. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على القناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.